كلها فوتشي عالتا لا تيرا إيماري. السلام عليكم اخواتي، اهلين وسهلين، لاباس عليكم، كديرين مع الصحة؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا بخير وبصحيحتكم ان شاء الله. فيديو جديد معاكم وروتين جديد معاكم ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم هذا النهار، غنشارك معكم بزاف الحوايج، غنشارك معكم البنات الكبده على الطريقه، واحد الطريقه زوينه كنديرها ليها اللي كتجيها البنات الكبده الناشفه وكتجيه الكبده قاصحه. غنشارك معكم واحد الطريقه اللي زوينه 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 بزاف، كنتمنى سهله للناس، ما كت المهم بواحد الطريقه بسيطه وفي نفس الوقت كتجي زوينه، كنتمنى البنات تجربوها وتردوا عليا. وهنا المهم غنجاوب الاخوات بالنسبه اللي كيسولوني على لا كريم ديال الحلزون. مرحبا بكم البنات، دوزوا عندي. المهم غنخلي لكم الرقم تواصلوا معايا اللي بغات. الحاليه راه كاينه بروموسيون ايها البنات، كاينه بروموسيون. وبالنسبه للريحه حتى هي البنات راه عدت كنبيعها، دايره ليها ثمن مناسب والله البنات، ترى ناقصه فيها. لا بغيتو شي حاجه نخلي لكم حتى الرقم، جيو مرحبا بكم. المهم اللي بغات ليا الكريم الحلزون يلا البرفومو. المهم بالنسبه للكريم الحلزون راه ما نقدرش نقص لكم الثمن ديالها، راه 40 اورو البنات، وبالنسبه للباقي 45 حيت ماشي انا اللي كنبيعها. اما البرفومو راه دايره ليها ثمن مناسب حيت انا اللي كنبيعها، هادشي اللي كان الغزالات. بالنسبه للرقم غنخليه ليكم، والكريم راه دايره بروموسيون حاليا، دايرين بروموسيون، دايرين الا خديتي جوج الحاجات بحال الا خديتي بخاخ ولا كريمه عندك البنات بخاخ ديال 10 اورو غراتيس يعني فابور. المهم البنات راه دابا راه تبارك الله الخير ديال البنات اللي دازوا خادو. المهم هاد البروموسيون راه ما غتبقاش ديما، راه غير هاد الساعه، هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. ونخليكم مع الفيديو. مشي ليه المهم هذوك الحوايج، حتى دوك اللي كنا كان خاد وما رديتهمش لبلاصتهم. هادشي اللي كان الغزالات والرويحات، ما نقولش لكم البنات عرفتي شاد جنات رشت بحوكا عليها، بقات الريحه عاطيه في البيت. قلت لهم باقي توصلوا ليا ريحاتي ملي تكونوا غادي للمدرسه؟ اييه ترشوا رشيشه ما فيها باس باش تخويو ليا الريحات. لا ملي تكونوا غادي للمدرسه. قالت لي صافي ماما جنات عجبت هذيك ديال الطالونه، ماشي هي عجبتها كريحه، عجبتها هي راه ما تعرفش، عجبتها كالمنظر ديالها، كتقول لك لا انا باغا هادي، عجبتني هادي. اش نقول لكم البنات، المهم مره مره ناخذ وحيده وبحق ناخذ حتى لبناتي مره مره وحيده، نتهلاو في ريوسنا علاش لا. المهم اللي بغات شي حاجه حتى هي تهلا في راسها شي طالونه دوز عندي، الرقم هو معلق. هادشي اللي كاين الغزاله ديالي. المهم هنا غندوز نوجد الغديوه لبنياتي ان شاء الله. المهم الغزاله كيف ما كتشوفوا غندوز نشارك معاكم هاد المقيله بحكا. واحد الطريقه زوينه كنديرها الكبده، وكيف ما كتشوفوا عندي حتى القلب. بغيتوا ديروا غير الكبده بوحدها تقدروا ديروا، انا عندي كيف ما كتشوفوا هنايا الكبده والقلب. عندي هنايا واحد البقيره مشحره اللي مقطعه اللي غنخليها تشحر مزيان هي وهاد هاد الكبده والقلب. المهم القلب البنات قطعته قطع صغيره، وبالنسبه للكبده خليتها غليظه على حسب الكبده بالزربه كطيب ما كتاخذش وقت كثير. المهم غنغطيها حتى تقلى شويه ورجع معكم. هنا الغزالات كيف ما كتشوفوا من بعد ما تشحرات عندي غندير هنا شويه قبيصه البنات ديال سكينجبير، غير شويه ماشي بزاف،
شويه خلط المعد، شويه الابزار ثوما، وعندي هنايا الكمون. كمون عزيز عليا بالكمون، كندير جوج ملاعق صغار. صافي، نسيت ما قلتش لكم الملح حتى هي راه درتها البنات. شي حاجه ضروريه زعما تكرتها. المهم الملحه راه باينه. صافي ما كندير فيها لا ما لا حتى حاجه البنات، غير غير ما ديالها كطيب فيه. صافي نغطيها. طابت البنات ولحت عليها الربيعه. صافي كتجي فيها المنظر زوين كيف ما كتشوفوا. ماشي كندير نضيف الربيع في الاول، كنخليه حتى الاخر، في نفس الوقت كيعطي منايدر زوين، وفي نفس الوقت كنستافدوا منه. لانه هو الربيع راه بالزربه هذاك الفيتامين سي ديالو بالزربه كيطير، تخليه حتى الاخر وترشوا فيه بيه بحكا، كتجي فنه. صافي البنات غنتغداو وغندوز نطلع على بنتي على داك الشكاكيره كيف العاده، نشوفوا عندها الحفاضه عادو كيعطيهم العرضه بزاف بزاف. ندوز نطلع عليها وهانتوما معايا اخواتي. Nel nostro pianeta, nell'era secondaria, la terra, i mari, con la voce alta, la terra, i mari e l'aria avevano dimensioni varie, molto, molto varie. Brava. Alcuni erano piccoli e veloci, e non superavano la dimensione di un pollo. Altri grandi, lenti, fino a 30 metri di lunghezza, si differenziavano di alimentazione. Anche per l'alimentazione e per le abitudini. Alcuni erano erbivori e carnivori. Devi dire, alcuni erano erbivori. Che mangiano erba. Ma vuoi finire con l'altro? E dopo paci? E devi studiare? Scelta di Eli! المهم زي يا ربي. المهم الغزالات، اش نقول لكم، الوليدات صعاب، خاصك تقاد ليهم، خاصك تطلي عليهم مع ديك الشكاره كدايره اش فيها شفار، واش عندهم كومبيتي كيبغيو هكذا البنات ضروري. حيت الوليدات بعض المرات اللي عطاوهم بزاف كيكتبوا، ضروري تحضيهم منهم، يعني ما كيقولش لك راه عطاونا كامل هادشي كامل، ضروري تشوفوا لهم هذاك الدياريو اللي كياخذ، ضروري تاخذي لهم الدياريو في الاول عام، ضروري تاخذي لهم هذاك الدياريو، وهذاك الكشيب صغير ضروري ديري ليه ملاحظه. راه كنهضر على البنات اللي في ايطاليا، حيت اكثر البنات اللي معايا في ايطاليا، ديري ليهم طلي عليهم هذاك الكشيب، حيت توتي دي كومبيتي تشوفونو ديلا كاينين تما، كاين كيكتبوا لهم كاع الكومبيتي حتى لي نوط، حتى ذا كان كاين ولدك كيدير القباحه، لما كنتيش كتسولي عليه كيدير القباحه، دار الشغب هذاك النهار، كلشي كيتكتب. غتمشي للنهار اللي النهار اللي في الدياريو بحكم نهار 14 ولا 15، كتمشي للدياريو نهار 14 اشنو عندكم، كلشي كيكون تما. هادشي اللي كاين غزالات. المهم الصراحه البنات اللي كيسولوني زهره واش راكم لاغور، الحمد لله غير كريمة الحلزون نفعتني. المهم فالبنات اي حمل وجهي كيعود حالته وما تشوفيش فيه، كله حالته. دابا وجهي تصوروا كانوا دائما بحكا ايديا يبانوا بيض ليا من وجهي مخرجه مني، لحمي بيض وجهي كحل. ودابا البنات انقذني هاد الكريمة الحلزون وسبراي، حاليا راه كاينه تخفيض، كنأكد وكنعاود عليكم جري ورا ما غيبقاش. دوي كريمه، الا خديتي جوج كريمات راه عندك سبراي غراتيس ديال 10 اورو، او سبراي وكريمه اللي خديتي. المهم جوج الحاجات عندك سبراي غراتيس. هادشي اللي كاين الغزالات،
نقول لكم هنايا بسلامة عليكم. صلى الله عليكم، نخلي لكم الرقم معلق لشراء الكريمة او الروي. مرحبا بكم وشكرا لكم بزاف بزاف، ولهلا خطيكم قبل لكم من قلبي الى قلوبكم. سلام عليكم.